مشاهدينا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده ولقاء متجدد من زينه وطعم البيوت على شاشه القناه الثانيه تلفزيون المصري، دايما معاكم من خلال لقاءنا القاء الاربع وكل يوم، لكن النهارده طبعا دايما معايا برضو عبير. ازيك يا عبير؟ ازيك يا فين، صباح الفل ليكي ولكل مشاهدينا، ان شاء الله يكون يوم جميل مليان بالستر والخير والسعاده والفرح والهنا لكل مشاهدينا. على مدار ساعه ونص انا وفين مع حضراتكم في زينه بطعم البيوت، وكالعاده بنبتدي مع زينه وهنشوف مع فين اولى فقراتنا هتكون عن ايه. يمكن فقراتنا النهارده الحقيقه يعني قريبه جدا من المراه المصريه، ولكن في مراحل مختلفه. اهم مرحله احنا بنعاني منها دلوقتي قصه ازاي اقدر اواجه صور العنف اللي ممكن انا بالفعل تاثر على حياتي، تاثر على نفسيتي، تاثر على مشواري اللي انا بحاول ان انا ادعم الاسره فيه علشان اقدر اقدم حاجه لاولادي ولزوجي، وبالتالي صور العنف اصبحت شكلها مختلف جدا، لكن ما زالت الدوله جاهده ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال كمان متخصصيننا سواء في علم الاجتماع، علم النفس، الاستشارات، واعتقد التنميه البشريه برضو داخله في هذا الامر بشكل قوي جدا. تعالوا نشوف ايه اهم صور لهذا العنف اللي ممكن قد يمارس على المراه دون ان تدري، ولكن بتصحى بعد فوات الاوان. خليكم معانا من خلال هذه الفقره. هنبعد عن العنف، وفقرتي الحواريه هتكون فقره بقى مليانه نعومه ولطف وجمال. الحقيقه النهارده هنشوف معاكم مجموعه من الصور الفوتوغرافيه لمجموعه من الاطفال، هو بمعنى ادق يعني حديثي الولاده. هتستمتعوا، انا بقول لكم هتستمتعوا، ارجوكم تابعونا في الفقره دي، هتشوفوا لقطات جميله جدا، ويمكن دي من الحاجات اللي مؤخرا بقت موضه، انه دلوقتي الاطفال من سن مثلا 6 ايام 7 ايام يبتدوا الام والاب يعملوا لهم الفوتو سيشن او اللي هي جلسات التصوير. دي من الحاجات اللي بقت يعني شائعه جدا. هنشوف معاكم مجموعه من اللقطات المؤثره جدا وهتستمتعوا بيها، خليكم معانا في هذه الفقره ان شاء الله. عبير اتكلمت عن الاطفال يا جماعه، الطفل ودي بتبقى بدايه المشوار. النهارده هنتكلم عن اعز الحبايب، اعز الحبايب اللي بتنتهي مشاكلهم في العنايه والرعايه باولادهم، بيوصلوا لمرحله نعتبر او بنطلق عليها كبار السن. كبار السن اللي هم بالفعل نرفع ليهم القبعه او شابوه ليهم، اللي قدروا ان هم يربونا ويطلعونا ويتعبوا ويضحوا علشاننا. تعالوا نشوف النهارده مدى اهتمامنا بكبار السن، زي ما بدانا بقد ايه بنبقى ضعاف وبنبقى مع لا حول لنا ولا قوه، نفس الشيء يا جماعه احنا بنمر بنفس المرحله بالظبط ولكن بصوره مختلفه، لان هنا في عبء اكبر. ازاي اقدر اخلي بالي من ابويا؟ ازاي اقدر اراعي امي؟ عندنا لفتات انسانيه رائعه الحقيقه من خلال هذه الفقره والاهتمام برعايه الصحه وكمان الدعم النفسي لهؤلاء. ان شاء الله نستفيد مع بعض. وبالوالدين احسانا. طيب احنا طبعا كل يوم بيكون عندنا مجموعه من الاطباق الجميله اللي بنحاول من خلالها نقدم افكار جديده او افكار للي لسه بيتعلموا الطبخ، او نساهم كمان في ان احنا نقتصد شويه في الاطباق اللي بنقدمها. النهارده منورانا الشيف سماح وهبه، تعالوا نشوف هتقدم لنا ايه النهارده. ازيك يا شيف سماح؟ ازي حضرتك، خلينا نرحب بيك وكل الساده المشاهدين. النهارده باذن الله هنعمل حواوشي وهنعمل سمبوسه اقتصاديه بالجلاش. احنا دايما بندور على البديل. يعني نشوف ايه الحاجه المكلفه وازاي نقدر نستغنى عنها بحاجه برضو التست بتاعها حلو بس التكلفه بتاعتها اقل. بس ايه رايك في المستهلك دلوقتي بقى جميل قوي، بقى يتعاون ويتقبل وعنده دلوقتي ثقافه البدائل؟ وطبعا الفضل طبعا يعني نقول لله وليكم انتوا كمان ان انتوا بتقدموا لنا افكار جميله. لازم نتعايش ولازم يكون في بديل عشان نقدر نتعايش مع الوضع. دي حقيقه. تمام، عندنا حاجه حلوه طيب ولا ايه؟ عندنا طبعا بطاطا بالبشاميل هنعملها مع بعض، عملنا في الفرن وهنعمل تاني على الهواء. خلاص ماشي تمام، هنجي لك انا وفين ان شاء الله طول الحلقه نتابع معاكي، وهناخد فاصل. بس قبل الفاصل بنفكر كل مشاهدينا بصفحتنا على الفيسبوك زينه بطعم البيوت، نتمنى ان احنا نقرا اي تعليقات، تحبوا ان انتوا تشوفوا حاجه، تحبوا ان احنا نقدم موضوعات معينه، اكيد هنكون سعداء بان احنا نتواصل معاكم من خلال الصفحه. ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل، عشان نبتدي مع فين اولى فقراتنا. خليكم معانا مشاهدينا زينه بطعم البيوت. الحياة بتمر بينا يا جماعة بمراحل مختلفة، وللأسف واحنا صغيرين ما بنبقاش متوقعين ان احنا ممكن نوصل لمرحلة الناس تبص لنا والناس تعتني بينا، والقريبين ناخد منهم ونستقي منهم الحنان والحب والقرب وكل الحاجات دي، زي ما الطفل بيحتاج لهذا الحنان ويحتاج لهذه الرعاية ودايما محتضنينه ودايما محتوينه. نفس الفكرة يا جماعة، بس عندنا أخصائيين في التربية الخاصة بدأوا يدخلوا في هذا المجال، لأن الدعم النفسي مهم جدا للإنسان بصفة عامة، ما بالكم المرحلة مرحلة كبار السن
خلصوا رسالتهم، عايزين ايه؟ محتاجين حضن حلو، محتاجين قبلة جميلة، محتاجين احتواء، لكن ازاي نبدأ المشوار معاهم وازاي نقدر نحتوي عصبيتهم اللي اتحلتهم؟ عندنا كتير. دكتور رحاب حلمي معانا النهاردة، استشاري تربية خاصة، طبعا مرحبا بيكي معانا. يمكن يعني الفكرة فكرة فعلا رائعة، فكرة إنسانية بحتة، ولكن دايما الناس تقول الله احنا كلنا عندنا ضغوط وعندنا مشاكل وعندنا، ازاي اقدر ان انا اوفي كل اللي اخدته من امي وابويا ورغم كل هذه الصعاب والمعتركات اللي بتقابلنا؟ لكن في البداية عايز اعرف من هم كبار السن. انا عشان اقول كبير السن، كبير السن بقى بيتراوح ما بين كل يعني عصر وعصر اخر. يعني احنا كنا بنقول وبنقرا في الكتب 60 سنه فيما فوق، فهو ده بدا سن الشيخوخه، لكن انا حاليا شايفاه ان لا، ده 60 سنه ده لسه صغير. ايوه، اللي هقول هو ان هو بدا بعد التقاعد بسن المعاش، بديله كده فتره 5 6 سنين 10 سنين بعدين اقول هو بدا يدخل في سن الشيخوخه. لان كلمه شيخوخه دي صعبه قوي، يعني في شباب دلوقتي بقى عندهم شيخوخه. ايوه بالظبط، مبكره مبكره، دي كلمه صعبه، فانها تتقال لازم يكون بدا يبقى عنده وهن. ايوه، بدا يبقى مش قادر يتجاوب ويتعايش مع الوضع اللي هو فيه. ليه الناس بتحط نفسها في في القالب ده؟ وخصوصا مش عايزه اقول لما بيطلعوا معاش، في ناس يعني بتشتغل حر لكن يقول لك يا عم ده انا عديت 60، ده انا عديت 60. وبنلاقي بره على مستوى دول اوروبا والطاقات الايجابيه كلها بعد ال70 بيبتدي يقول لا انا عايزه اريح بقى. حضرتك هنا قلتي ايه؟ الطاقات الايجابيه. ايوه، اذا هناك في زي ما احنا بندور هنا على التربيه الايجابيه، لا هم هناك بيعملوا الشيخوخه الايجابيه. ايوه حقيقي بالظبط. هي كلمه ايجابيه هنا يعني ايه؟ بستثمر كل حاجه في المرحله العمريه اللي انا فيها. تمام. يعني هو دلوقتي تقاعد ولكن لم يتقاعد، لسه فيه في العمر باقي. أيوة. فبيستثمر كل جزئيه فيه، ولكن هنا بقى اللي بيضغطه يا عادات اجتماعيه خلاص. هو اتعود على ان في السن ده كله خلاص احنا كبرنا بقى. يا اما مفيش داعم نفسي، مفيش حد يزقه يديله دفعه ثقه في النفس. ايوه، انه لسه عايش، لسه عنده يديه. هو ما خلاص كده ما بقاش عامل يقول لك انا زي خيل الحكومه خلاص بتضرب. لا، هو لسه انسان، لسه عايش، لسه في نفس، لسه عنده مجهود يديه. بس احنا كمصريين يعني انت بتقولي عادات والموروثات، دايما نقول ايه لابونا او امنا؟ انت لسه صغير، انت لسه شباب، طالما انت رايح وجاي وربنا مديك الصحه، ليه محسس نفسك ان مش انت كل البيئات؟ هل اي بالظبط مش كده. كل البيئات. طب عرفينا كده على يعني لو انا هاخد البيئات الريفيه، فهم عندهم لو هنقول بقى السيده مجرد ما اولادها بداوا يكبروا ويبقوا في سن زواج، هي كبرت خلاص. خلي بالك بقى سن الزواج بتاعهم برضو 17 سنه. ما انا بقول حضرتك على الرغم ان هم سنهم بيبقى مبكر، لكن هي خلاص كده كبرت. الرجل اول ما يبقى جد خلاص هو كبر، هو كده بقى خلاص من من الشيوخ. ايوه صح، ويتقال له يا شيخ فلان. أيوة. او يبتدي بقى بصي يبتدي يتقمص بقى، عايزه اقول اللي هي علامات خلاص، علامات كبر السن. علامات الشيخوخه. ويقول لك انا مش قادر امشي، انا خلاص بقى كبرت، ولادي بقى يشيلوا. لكن هنقول بقى في المجتمعات الحضريه والمدن لا، الموضوع بيختلف. لان هنا النظره بتختلف، احنا دايما بنشوف امهاتنا وابائنا ان هم لسه صغيرين. فحتى ده بيسبب لهم عائق نفسي برضه، بضغط نفسي. ان الام ممكن تكون سنها فوق 60 سنه وتبقى بنتها مثلا قاعده وهي واقفه بتعمل اكل، فتقول لها ماما انا حاساكي ماما لسه وانا لسه صغيره. ايوه. فهنا بقى الاختلاف في الثقافه وفي العادات اللي اتربوا عليها. طيب انت كده يا دكتور حابه تحطينا بقى امام مسؤوليه جامده جدا. طبعا. ان هنا من يتعامل، مش عايزه اقول كبار السن، هنشوف لو الموظف اللي بيطلع معاش ليه معامله وليه تعامل. طبعا. وفي الناس اللي فاتحه محلات وتجاره وسفر ومروحهم جاي لا يشعروا، حتى كبار رجال الاعمال تلاقيهم لحد ال70 وال80 الدنيا ماشيه لطيفه. طبعا. لان ما فيش حاجه حبستهم او ما فيش حاجه ضايقتهم في هذا الامر، وكل المحيطين في احتياج الدائم. ايه اهم احتياجات هذه المرحله بالتحديد؟ المرحله دي محتاجه طبطبه. طبطبه في كل حاجه، ماديه ومعنويه. يعني انا هبقى عندي فوق الستين فوق السبعين، فمحتاجه ان حد يستحملني. طب ما انا استحملتكم زمان، ما تستحملوني دلوقتي. ما هو ده فرض وده فرض.
الرساله بتوصل بسرعه يا رحاب؟ بتوصل لو احنا عايزين نوصلها. انا بقول هي بقى انت لما انت تبتدي تقولي انا محتاجه يا ماما احنا مش فاضيين يا ماما احنا ورانا عزة ورانا. نفسي قتلاني دي في المرحله دي مش منعاني قتلاني. هي دي المشكله فيها. لا انا بقول لكل ام واب كل جده وجد عزة نفسي مع مين؟ دولوا لكم. ايوه اطلب مفيش حاجه اسمها الاهتمام بالطلب شيء بالطلب. ايوه بالظبط لان في ظل الظروف والضغوط الماديه اللي الشباب عايشين فيها محتاجين نقوص يفكروا ويفهمهم. طيب انت بتقولي ان الشكل ده او القالب ده او الوضع ده خلي بالك بيبقى درجه الحساسيه عنده وعندها عاليه قوي. ما هو انا عشان كده احنا دلوقتي حتى يعني كل الجهات ومؤسسات المجتمع المدني كلها وجمعيات الاهليه بقوم لما بيعملوا ندوات تثقيفيه والتوعويه بقوم بيقولوا اطلب من ولادك قول لهم ده حقي عليكم حسسوني بحنانكم حسسوني حتى لو ما اتقالتش صراحه تتقال في المجمل. طيب هم بيخافوا من ايه؟ هم بيخافوا هقول لحضرتك احنا كبشر علامات السن لما بتبدا تظهر علينا بنبص في المرايه بنشوفها بنخاف ما بالك بقى احنا علامات السن عندهم بتظهر جسديا. طب هقول لك على حاجه العلامات دي يعني انا عايزه كل شويه افكر الناس فقرتنا عن اعز الحبايب وهتدينا روشتات دكتور رحاب بس نخرج نسمع الكلام الجميل اللي هنسمعه ده عشان نشحن مش هشحن نفسي هشحن حضراتكم قبل نفسي ونرجع نكمل الكلام. اعز الناس حبايبنا يا بخت اللي ابوه عايش يا بخت اللي امه عايشه يا جماعه اللي فعلا اللي بيفقد الاب والام بيندم ندم السنين عشان تبقوا فاهمين ازاي نقدر نحتويهم وازاي نقدر نشوف ونستشعر ايه الحاجات اللي بتضايقهم. دكتور رحاب ايه الاخبار في القصه دي؟ احنا وصلنا في كلامنا قبل الفصل ان احنا بنقول علامات الشيخوخه عندهم وايه اللي بيقلقهم ايه اللي بيضايقهم ايه اللي بيخافوا منه. هم لما علامات الشيخوخه بتبدا تظهر على جسمهم الوهم بقى والتعب والارهاق ومش قادر يلبس الشوز بتاعه مش قادر يشرح شعره تعبان خايف من ايه؟ خلاص بقى خايف ان محدش يسنده. ايوه خايف ان يتسربوا من حواليه خايف ان يلاقي نفسه مش قادر يشرب نفسه ميه مش قادر يقضي ادق تفاصيل حياته مش قادر يعملها. ده كله خايف منه خايف لما يطلب الطلب. دلوقتي احنا قلنا في الدورات التدريبيه والتاهيليه ان انتوا بتشجعوا كبار السن اطلب من ابنك وبنشجع الولاد كمان احنا كمان ولادهم لازم يكون في حافز للطلب ده انه يطلب. لا لو سمحت خليك جنبه ما تسيبوش ما تقعدش بالاسبوعين سايبه ما تقعدش ما تغيبش عنه. كمان في دورات حتى للجيران جيران الحاله نفسها لا بنجيب جيران الحاله وبنتكلم معاه خليك جنبه انت اقرب له لو في حاجه اقرب له من بنته او ابنه طبعا ابيض يعني انا ممكن اسيب ابويا قاعد في الشقه وامي قاعده في الشقه بالزبط. وانا ما بشوفهاش والجيران هم اللي هم المحيطين بياخدوا بالهم منه. اصعب او نقدر نقول ايه الاتجاه دلوقتي بالنسبه للاهتمام بيهم اكبر مشكله ممكن تقابلك؟ في ناس بتهمل وزي ما شفنا ابن شايل ابوه وابن بيقبل امه شوفي الدعم وشوفي الاحتواء بيبقى ازاي اكتر حاجه ممكن على اللي جاي. لكن انا بيجي لي حاجات بتوجعني انا شخصيا يعني لما يجي لي راجل كبير ومثقف وهو فوق الستين وبيتكلم على والدته اللي فوق الثمانين بيقول لي في مشاكل اسريه ناتجه عن وجودها معايا في البيت. ايوه فوق 60 خلي بالك يعني هو اصلا خلاص يعني قرب فبقول له طب حضرتك يعني هي استحملتك دي بتصرخ كتير طبعا احنا هنا بندخل في الخرف في الشيخوخه قلت له طب ما هي حضرتك كنت بتصرخ وانت صغير وكانت بتستحملك بالظبط دي عدوانيه طب ما حضرتك كنت بتضربها وكانت بتبقى فرحانه بضربك ليها ايوه يعني ايه؟ قال لي بصي حضرتك عقارب الساعه ما بترجعش لورا فطبعا يعني ايه؟ قال يعني احنا بنبص لاولادنا ما بنبصش لامهاتنا وابهاتنا. تمام. فتخيلي حضرتك انا الكلمه بكتني، بكتني من جوه الاول. ايوه على فكره ما قلتلوش دان تو دان حضرتك يعني دان تو دان ده انت بتعمله في ابوك هيتقلي فيك. اكيد هيتراضي فيك. اكيد. طيب. اكتشفت ان هو بيبص للي بعديه، طب واللي قبليك ما هي ايوه ما هو بالتبعيه، ما هي حلقه. ومش مفتوحة هي حلقة عمرنا كله حلقة مفرغة وهي هي نفس الدايرة عشان كده بقول احنا المفروض نعمل ايه ونقدر ازاي احنا نجهز نفسنا لاستيعابهم. انا لازم اكون اهدى لان انا اصغر فبالتالي اصغر احب ان انا استوعب ايه اهم نقطة بيحتاجها فعلا كبار السن سواء ستة او رجل يعني الاب او الام بالتحديد نحسسهم بحبنا ليهم اهي ابسط حاجه عيد حب بقى واحنا قاعدين بنتكلم ما بيننا وبين افراد الدنيا كلها دي حقيقه دي حقيقه حقيقه ان انا لما اقعد جنب ابويا او امي الجد والجده في البيت اطبطب
اخدهم في حضني ابصهم. اللفته دي واللمسه دي بتفرق، دي عندهم يعني افضل بكتير جدا من لو جبتي له ياكل ويشرب ويلبس. أيوه. مش عايز كل ده، هو عايز بس يحس بالاحتواء. أيوه. ان حد مهتم بيه، ان مش هيتساب، مش هيتركن، هو ما تركنش. أيوه. ما بقاش كما مهمل. ايه المهارات اللي انا اكون سواء يعني ابنة او ابن، ايه المهارات اللي لازم تبقى عندي؟ هل ان انا براعيهم؟ في بعض المهارات يقولك انا هبعت لها فلوس الشهر، هبعت لها مع السواق الحاجه بتاعتها، مش مهاره الحاجات. ما انا بقول هو فاكر ان انا طالما بسد الاحتياج يبقى هي ديت شيء قوي اللي انا عملته. لكن المهاره بقى الشخصيه، وانا بحاول ادرب نفسي اكون اهدى، اجيب ولادي، فين ولادي في الموضوع؟ ما هو برضو لازم ندخل. ما انا هقول لحضرتك المحيط يبقى اكبر يا دكتور. انا هتكلم بوجه عام. لو ما عنديش ولاد، ايوه، او لو عندي ولاد هم محتاجين يشوفوا احفادهم. طب لو ما عندهمش احفاد، عندهم حضرتك. روح اسال، انا موجود وانتم موجودين لسه، وانا ابنكم وانا بحبكم. أيوه. وانتم مش كم مهمل، مش محتاجين فلوسه، هم محتاجين طبطبته، محتاجين احتوائه، حضنه، دعمه النفسي، ده كله بالدنيا عنده. محتاجين ان يبقى فيه زياره ومتابعه لدكتور اخصائي شيخوخه. طيب وين يوديهم؟ بنختم يعني الفقره دي، طبعا محتاجه مراحل عشان نقدر نتكلم فيها، وخصوصا اللي عندهم مرض مزمن، اللي عندهم الزهايمر، اللي عندهم يعني امراض خطيره. ده الزهايمر ده اخر حاجه في الخرف كمان. أيوه. يعني الخرف ده الناس بتقول ده بقى عدواني، انا بقيتش طايقه. ايوه، ما هو شيخوخه. استخدام الكلام والله وانت بتقولي انا جريح بيوجع نفسي. القلب. ازاي احنا ممكن نتعامل مع اهالينا اللي ضحوا علشاننا؟ صبر. وتعبوا وصبروا علينا قد ايه؟ احنا محتاجين لكن صبر. احنا محتاجين صبر بس. لدينا الكثير لحضراتكم الحقيقه، لكن فقرتنا انتهت. دكتور حاب طبعا واضح ان عندها برضو بعض الحالات اللي عايزه تهتم بيها، بس لا انا شايفه يا جماعه مش عايزه اقول ده انتوا ده انا عشان تتخافي. الناس اللي بتخاف، الناس بقى اللي ما بتخافش الا من ربنا، اكيد هتفرق كتير. طبعا حاولي راجع حساباتك من جديد، حاول راجع حساباتك من جديد، حاول قرب من امك من ابوك، خد رضاهم، واعتقد ده هتبقى ده باب من ابواب الجنه. دي كانت بدايه معانا، لكن هنكملها مع حضراتكم ان شاء الله. دكتور رحاب حلمي كانت معايا النهارده استشاري تربيه خاصه، وفعلا احنا محتاجين رعايه خاصه لهؤلاء. بشكرك يا دكتور. شكرا جدا لحضرتك. شكرا.